كامت حول العالم مع دعاء حلمي على راديو كامت، محطة على المحطة. أهلا بيكم على السادة المستمعين ربط الأحزمة استعدادا للإقلاع مع برنامجكم كامت حول العالم، معاكم دعاء حلمي. قال على رأي المثل كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. النهاردة جبنا لكم أغرب الأكلات. نبتدي بإنجلترا، عندهم أكلة إيه بقى اسمها فطيرة رؤوس السمك، ودي من أغلى الأكلات عندهم. يجوا جايبين العجينة ويحطوا رؤوس السمك على أطرافها بشكل دائري ويحطوها في الفرن، طبعا شكلها لا يسر عدو ولا حبيب بس بيأكلوها. أما في الصين، ودي بقى في الأكل تحديدا، فحدث ولا حرج، مفيش حاجة ما بتتاكلش يا مؤمن، لكن الأغلى بقى فبيكون من نصيب مخ القرد الني وبيتقدم للأغنياء حول العالم، ولازم إن كنت ناوي تجربها تعمل حسابك على شاكوش، تكسر بيه راس القرد في المطعم وتاكل مخه ني، وبيعتقدوا إنه بيدي قوة جسمانية هائلة. أمال إيه؟ ما أكيد بيدي قوة جسمانية هائلة. ما انت هتاكل وتقوم تنط زي القرد، يعني مش محتاجة مخ. اما في النرويج بقى، فاغرب اكلة هناك هي اللوتي فيش. عبارة عن ايه بقى شرايح اللوتي فيش دي بقى؟ دي بيقولك بيجيبوا السمك ويغرسوه في محلول مركز من هيدروكسيد البوتاسيوم لمدة قد ايه؟ 3 ايام، وبعدين يحطوه في مية عادية، وبيتم تقديمها للاشخاص الاقوياء لزيادة نشاطهم، يعني نقدر نقول منشط عام للصحة. أما في الفلبين، فأغرب وأغلى الأكلات عندهم عجيب شويتين، اسمه البلوط، باختصار هو البط اللي لسه مطلعش من البيضة، وبتتاكل البيضة والبط الصغير يدوب بيكبر جواه يعني عليها، ويقوموا واكلينها يا مقلية يا مسلوقة. وبتنتشر الوجبة في الفلبين دي فين بقى؟ في الأسواق الشعبية، وبيأكلوها باستمرار. ومعروف طبعا إن الكافيار اللي هو بيض السمك من أغلى الأكلات اللي في العالم، لكن أغلاها على الإطلاق اسمه الكافيار الماسي، وهو البيض اللي بينتمي لنوع من أقدم الأسماك في التاريخ، واللي موجود في إيران وبس، وما بيتقدمش غير في إنجلترا في صندوق من الذهب عيار 24 قيراط. بيوصل سعر الكيلو منه بكام بقى؟ $15,000. وعشان تاكله مش بس لازم يبقى معاك المبلغ ده، لا ده كمان لازم تقدم طلب مسبق قبل ما يوصل لك الاوردر على الاقل ب4 سنين. مش بيقولوا الغاوي ينقط بطاقيته؟ اما في فرنسا، فطائر كبد الاوز او فطائر الفواجرا بالفرنسية، وبتقدم ساخنة او باردة، وسعر الفطيرة بيوصل ل$300 امريكي. وفرنسا هي أول دولة ابتدعت النوع ده من الفطاير، وبيعتبروها جزء من التراث الفرنسي. أما أغرب وأغلى أكل على الإطلاق فهي شرايح الذهب، وبيقدموها في المطاعم جنب وجباتهم الرئيسية، وملهاش أي ريحة والحقيقة ولا أي طعم، بس هي تقليع، وسعر الكيلو بيتراوح ما بين $33,000 ل$110,000. تقول لي ليه؟ أقول لك معرفش. وبكده يبقى بيتربع على المركز الأول لقائمة أغلى الأطعمة في العالم. ما علينا، ماله بقى طبق الفول المتحبش بالليمون وشوية الكمون، ولا الكشري بدقة في المضمون؟ المهم مش الأغلى ولا الأغرب، الأهم اللقمة الهنية وسط لمة دافية. ولسه الرحلة طويلة وما بدأتش، ابعتونا على صفحتنا على الفيسبوك عن أغرب تقاليد أو مواقف قابلتكم في بلاد تانية، أو حتى جوه قرى وبلاد المحروسة، ما هي كلها في الآخر عادات وتقاليد في كامت حول العالم. كانت معكم دعاء حلمي. كنتم مع كامت حول العالم مع دعاء حلمي على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.